السلام عليكم الذي دون الحاج ابراهيم فعار. اولا نشكر المشاهد الحضور دائما المناسبات دائما الوقفات الاحتجاجيه وبالاخص الوقفه ينغسد غتالا ولا تفراوت. يسعد نشكر جزيل الشكر يسعد ونتمنى التوفيق النجاح. وكان وقفه اللي نغسد لا غتالا ولا تفراوت حقيقه تفكا نتائج ايجابيه لانه تبين المخزن على ان السكان غادي يسني الصرمي تبين الساكنه على انه ظلم سلكما وبزاك تا كيوط. اذا هنبدا كاملين صبرا غنغيد نسلك قدام راد زايد الوقفات راد زايد التنديد ظلم هاد اللي لكمنا السواسه لانه ورجع عقل السواسه ظلم هاد الاثنين اللي كمنا مؤخرا الهجومات الراعي الجاير يا العداد المصايب اللي سكن مكساونا نغن الارواح سكن الاغتصاب سكن الاحتجاز سكن جميع انواع المسائل اللي قال الاجرام يعني بكل صراحه ورن مخالفات ولا كذا سكن الاجرام يا العداد الاجرام غدا كنا نقن الارواح سكن يا العدد الجروح الخطيره يا العدد الهجومات القميه الاجهاض الى غير ذلك. حنا يتما غايد وراه غيتشرف تما زيرتنا ملا ذكرن الدوله غيوقع غايد يكون الحكومه يسقدم الاستقاله نس ملا ذكرن الدوله الديمقراطيه اللي غتلا الديمقراطيه الحقيقيه يكون يسقدم الحكومه لان غدا تمارين كنا فلاس نتهجم يوقع الاجهاض. حنا يتما بكل صراحه انا غادي راه تبشرت الخير الهجومات سكيتين الطومبيلاتين سكيتين تيكمبين سكيتين تنوض في وينيمدن ها الخير هادو راه تبشرت الخير. اذا انضل بالحكومه ككل تحمل المسؤوليه نس كله غادي يوقع ولا غادي اللي يوقع لقدام يسعى انضل الحكومه ولا المسؤولين تاخذ الاجراءات قبل فوات الاوان انا غادي نرد جبد كل المشاكل يا ضن. اذا انا كنتشكر مشاهد وتفوت لي كيمدن وشكرا.